هي فرنسية التي انتهت أعمالها مساء أمس، أوصت بإيجاد قوة إفريقية للتدخل السريع وأعربت فرنسا. طيب يعني سيد ميشيل يعني 20,000 نعم منها حتى تكون حاضرة لمثل هذه العمليات عندما تحصل. سيد ميشيل، المعارضة يعني موقف المعارضة داخل فرنسا هو فقط لأنه فرنسا ليس لديها التحالف الدولي القوي في التدخل لحل هكذا صراعات، هل فهمتك بما تقصده؟ نعم هذا بالضبط هذا معنيته. المعارضة لنقل المعارضة الرسمية الممثلة بحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، نعم، المعارضة اليمينية التي كان ينتمي إليها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي لم يأتي على ذكر لسان أي منها انتقادا للقرار الذي اتخذه الرئيس هولاند في إرسال القوات الفرنسية إلى بانجي أي إلى أفريقيا الوسطى، لا بل الانتقاد تم حول الطريقة. ولكن في أوساط اليمين المتطرف ممثلا بالسيدة مارين لوبان التي كانت مرشح الانتخابات الرئاسية قبل في العام 2012، هناك انتقاد بالقول ان فرنسا ليست شرطي افريقيا وان على المجتمع الدولي كله ان يتحمل المسؤولية، خصوصا وهذه نقطة بالغة الأهمية، خصوصا ان الوضع المالي للحكومة الفرنسية للدولة الفرنسية ليس وضعا جيدا للغاية يسمح له بالشروع والدخول في هكذا معترك. ولكن سؤالي الأخير نقطتي الأخيرة، ألا يعترض أحد على عدم مبادرة فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي على نوع من استراتيجية للتنمية داخل إفريقيا؟ يعني المكاسب التي تحققها فرنسا بعد انسحابها من الدول التي تتدخل فيها عسكريا لن تستقر لأنها تفتقد إلى نوع من التنمية الذي يحقق بالتالي الاستقرار. فرنسا فقط تخرج من هذا الأمر بمكاسب يعني فردية تتعلق بالمزيد من الصفقات العسكرية بينها وبين هذه الدول، أليس كذلك؟ لا أعتقد أن الوضع كذلك. أعتقد أن فرنسا تربح في مخصص الصفقات العسكرية التي تبرمها. بالعكس، لفرنسا مصالح اقتصادية كبرى مثلا في مالي في افريقيا الوسطى الى اخره، وليست ضرورة مصالح عسكرية. الوجود العسكري الفرنسي غرضه المحافظة على الامن والاستقرار، هذا من ناحية. اما ردا على سؤالك الذي اعتقد انه سؤال رئيسي بمعنى هل يمكن توقع الاستقرار من غير التنمية، هذا قلب الموضوع. وهنا اشير الى ان القمة الفرنسية الإفريقية قامت على ثلاثة أعمدة. العمود الأول هو موضوع الأمن والاستقرار، العمود الثاني هو موضوع التنمية الاقتصادية، والموضوع الثالث وهو أيضا موضوع رئيسي هو موضوع البيئة والارتفاع الحراري في الكرة الأرضية. نعم. إذن هناك وعي أن التنمية لا يمكن أن تتم من غير استقرار، وأن الاستقرار لا يمكن أن يدوم من غير تنمية، والتنمية أيضا بدورها مربوطة بالديمقراطية أي بالأسس الحديثة التي المتعارف عليها في إدارة شؤون البلاد. إذن هناك وعي لهذه المسائل، ولكن أنت تعلمين أن أفريقيا هناك نسبة فساد كبيرة، أن هناك نزاعات إثنية عرقية دينية طائفية إلى آخره، هناك تخلف، هناك أمية، كل هذه الأمور أعتقد أنها تحتاج إلى سنوات إن لم يكن لعقود لتخرج أفريقيا بصورة علما ان هناك نهضة اقتصادية بدأت، لبل ان افريقيا تحقق نسبة نمو حوالي 5% بينما النمو في فرنسا لا يتجاوز 1%. هذه مفارقة، اشكرك شكرا جزيلا السيد ميشيل بونجم مدير مكتب جريدة الشرق الاوسط في باريس. واتحول الى العواصف القوية التي هزت شمال اوروبا تحديدا في دول مثل ألمانيا، بريطانيا، النرويج، دنمارك، هولندا، بولندا، اسكتلندا، كل هذه الدول تعرضت لموجة قوية جدا وقاسية جدا من العواصف التي أدت إلى انهيار المنازل وتوقف الحياة بشكل تام، بل وأيضا إلى وفاة العشرات من الأوروبيين. نتابع هذا التقرير ثم نعود إليكم مرة أخرى. موجة عاتية من البرد القارس تجتاح أوروبا، وقد أودت العاصفة التي تضرب شمال وشرق أوروبا منذ الخميس بحياة 5 أشخاص، ما يرفع مجموع عدد الضحايا إلى 9، لكن التوقعات الأسوأ قد استبعدت. وقضى 3 أشخاص في بولندا عندما سقطت شجرة بسبب رياح عاتية، وتم تحطيم سيارة في شمال البلاد، وأصيب شخص رابع بجروح في الحادث، كما أضاف رجال الإطفاء المحليون.
وفي شمال بولندا أيضا حرم قرابة 400 ألف منزل من التيار الكهربائي بالإضافة إلى 50 ألفا في السويد. وأدى سقوط شجرة أيضا إلى مصرع رجل في جنوب السويد كما أعلنت الشرطة الإقليمية. ونقلت وسائل الإعلام المحلية أنه تم العثور على امرأة جثة هامدة في الثلج قرب شقتها في شمال البلاد، وبالتالي فقد ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة حتى الآن إلى 10 قتلى. أما في الدنمارك فقد توفي رجل في 70 بعدما انقلبت شاحنته الصغيرة بسبب رياح عاتية، بينما حملت موجة قبالة سواحل السويد بحارين فلبينيين من دون أمل في العثور عليهما. إلا أن الأضرار المادية بقيت في العموم أدنى من أسوأ السيناريوهات التي تحدثت عنها السلطات قبل العاصفة. وفي هامبورغ التي تعرضت بقوة للعاصف تم إغراق سوق للسمك وقسم كبير من أحياء المرفأ بالمياه على غرار ما يحصل في غالب الأحيان أثناء سوء الأحوال الجوية. وفي العموم فإن الرياح لم تكن قوية جدا كما كنا نخشى، كما أقر كريستيان هيرولد الخبير في شؤون الأحوال الجوية لدى مركز الأرصاد الجوية الألماني. وأعلن رجال الإطفاء في المدينة أنهم لم يتدخلوا أكثر مما فعلوا أثناء العاصفة كريستيان التي ضربت ألمانيا في نهاية تشرين الأول أكتوبر الماضي. وقد أعلنت مناطق أخرى مثل برلين أن الغائبين من التلاميذ لن يكونوا عرضة للعقاب، تاركة الخيار لذوي التلاميذ بإرسال أولادهم أم لا. أما في ألمانيا فقد أوقفت مؤسسة النقل كل رحلات السكك الحديدية الخاصة بالمسافات الطويلة والتي تمر بإحدى المقاطعات الإقليمية الحدودية مع الدنمارك، وأدت أشجار سقطت على السكك الحديدية إلى قطع حركة القطارات لوقت قصير على خط هانوفر هامبورغ. وبحسب موقع متخصص في بطاقات السفر جوا فقد ألغيت 531 رحلة تمر في أجواء ألمانيا بين الخميس والجمعة. أما في بلجيكا فقاومت السدود وأكياس الرمل السيول الجارفة الأقوى منذ عقود والتي بلغ ارتفاعها أكثر من 6 أمتار ليلا. وأوضح حاكم مقاطعة الفلاندر الغربية أنهم لم يواجهوا أي مشاكل كبيرة، وهذا عائد أساسا إلى الأشغال التحضيرية التي قام بها الجميع. ننتقل إلى جزء آخر أو قسم آخر في هذه الحلقة من على ضفاف المتوسط، نقترب أكثر من أذربيجان. دولة أذربيجان هي تاريخيا جزء من العالم الإسلامي. مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلالها، كان ذلك في 26 من ديسمبر عام 1991. تربطها بمصر علاقات قوية. في هذه المرحلة من عمر دولة أذربيجان هناك تقارب واسع مع الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي أطلق مع أذربيجان الأسبوع الماضي رسميا شراكة التنقل للتعاون المستقبلي في مجال الهجرة وأيضا التنقل. نتذكر أننا هنا في على ضفاف المتوسط تناولنا هذا النوع من الشراكة الذي تطرحه أو يطرحه الاتحاد الأوروبي مع دول أخرى من أوروبا الشرقية. ونتذكر أننا أجرينا أكثر من حوار حول وضع أوكرانيا على سبيل المثال ورفض أوكرانيا توقيع هذه الشراكة بضغط مبطن من روسيا. على أي حال يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة من على ضفاف المتوسط سيد سفير شاهين عبد اللئيف سفير أذربيجان هنا في القاهرة. تحية طيبة لحضرتك وأهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. طيب نبدأ من التقارب مع الاتحاد الأوروبي وهذه الوثيقة التي وقعتها أذربيجان مع الاتحاد الأوروبي. من المفترض أنها تساهم بشكل كبير في دعم العلاقات بينكم وبين الاتحاد الأوروبي، ما هي التفاصيل الأخرى التي تود أن تطلعنا عليها؟ أنا في البداية أود أن أشكر لقناة نيل الأخبار لاهتمام لإتاحة هذه الفرصة لي حضرتك. فيما يتعلق بسؤالك، أذربيجان أكيد رسمت في سياساتها الخارجية من أولويات سياساتها الخارجية هي علاقة مع دول أوروبية خاصة مع الاتحاد الأوروبي. أكيد نحن اجتزنا كذا مراحل، بس في هذه المرحلة في بالضبط في